بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في رحاب المغفرة نتزود بعمل من الأعمال التي جعلها الله تبارك وتعالى سبباً من أسباب مغفرة الذنوب. عمل اليوم هو كلمة لا إله إلا الله، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. كلمة التوحيد لا إله إلا الله كلمة شهادة الحق ودعوة الحق، هي براءة من الشرك. يبشرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى وعد الذي قال هذه الكلمة، الذي مات وهو مسلم ويشهد الله سبحانه وتعالى، سيحرم النار عليه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة لا إله إلا الله من أجلها خلق الخلق، ولأجلها أرسل الرسل، ولأجلها أنزلت الكتب. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله كلمة موجبة للمغفرة، منجية من النار كما جاء في الحديث. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن، فلما وصل قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خرج من النار. بهذه الكلمة قد نجى نفسه من النار. لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات. فقد سأل أبو ذر رضي الله عنه نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كلفني بعملين يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إذا عملت سيئة فعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. فأقول أبو ذر يقول له: قلت يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال هي أحسن الحسنات. لا إله إلا الله هي من أعظم الذكر. فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم، قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم، قال: كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 حسنة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذاك. شوف سبحان الله، لما تقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها 100 مرة، قال يعطيك ربي سبحانه أجر اعتاق 10 رقبات، يعني تحرر 10 من العبيد، تدي الأجر تاعهم، ويكتب لك 100 حسنة، ويغفر لك 100 سيئة، ويكتب لك الحماية والضمانة من أن يمسك الشيطان أو أن يضرك أو أن يأذيك الشيطان الرجيم والعياذ بالله. لا إله إلا الله هي أفضل ما قالها الأنبياء، ومنهم نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. فقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله منهج حياة، منهج أسس للحرية، لحرية من الرق، من رق العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. حررت البشرية، لا إله إلا الله حررت البشرية من عبادة الأصنام والأوثان والطواغيت والظالمين، وحولتهم إلى عبادة الله الواحد الفردي الصمد سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله منهج حياة، فقد رسخت العدل في أعلى صوره، فنزعت كل الفوارق بين الناس، وتلاشت كل الحدود بينهم، وأصبح الناس سواسية. فقال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله ليس أغناكم وليس أقواكم وليس وإنما أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
لا إله إلا الله هي طريق إلى حسن الخاتمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ، قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه الشهادة التي يتمناها كل مسلم، أنه عندما يحين أجله كي يجي يموت أنه يثبت ربي سبحانه ويسرح لسانه فيقول لا إله إلا الله، فيختم له بهذه الكلمة فيدخل الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. هذه الكلمة الآن ونحن في الحياة سهل باش نقولها لا إله إلا الله، ولكن عند الموت ليس كل واحد يوفقه الله تبارك وتعالى، سيصبح اللسان ثقيلا، وبعض الناس يذكرون أمور أخرى كانوا يعني مصرين عليها في الدنيا. بعض الناس لما يجي يموت تقول له قل لا إله إلا الله يبدأ يغني، بعض الناس تقول له قل لا إله إلا الله يبدأ يسب والعياذ بالله، يبدأ يقول كلام غير مفهوم، لأنه في الدنيا ما كانش مشتغل بلا إله إلا الله، كان يحب ألفاظ أخرى، أذكار أخرى. فالإنسان إذا حب ربي سبحانه يثبته كي يجي يموت باش يقول لا إله إلا الله ويسرح له لسانه، لابد أن يعود نفسه في الدنيا أن يكثر من لا إله إلا الله، أن يخاف الله سبحانه وتعالى. لما يقول لا إله إلا الله ما يروحش يدعو إنسان آخر لكي يعطيه الذرية أو كي يشفيه من المرض، ولكن الله هو اللي يشفي، الله هو اللي يعطي الذرية، فنعطوها حقها لا إله إلا الله باش ربي سبحانه يكتب لنا حسن الخاتمة يوم يأتي الأجل. أيضا بشرى أخرى يبشرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا إله إلا الله هي طريق إلى بطاقة الشهادة اللي تنفع يوم القيامة. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يوم القيامة يأتي به الله سبحانه وتعالى ليحاسبه على رؤوس الخلائق، فينشر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 99 صحيفة، يجبد له كل أعمال تاعه اللي دارها من اللي بدا التكليف الى ان توفاه الله. شحال 99 صحيفه سجل مكتوب فيها كل ما قام بهم. قال السجل الواحد على مد البصر طوله بالحساب. قال فيقول له ربي سبحانه انظر هل اتنكر منها شيء، يعني كاش حاجه مكتوبه ما درتهاش، انظر هل ظلمك كتبتي الحافظون، الملائكه اللي كانوا يسجلوا، شوف بالك غلطوا. فيقول ذلك العبد يقول لا يا ربي، يعني كل ما هو مسطر فقد قمت وارتكبته في الدنيا. فيقول له ربي سبحانه يقول له أو عندك عذر، هل لك من عذر باش نسمحوا لك؟ يقول له ما عنديش يا ربي. فيقول له ربي سبحانه إن لك عندنا حسنة، عندك واحد الحسنة دوك نجيبوها. واش هذه الحسنة؟ فتخرج بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربي سبحانه يقول لهم جيبوا هذه البطاقة أوزنوها، جيبوا السجلات 99 سجل حطوه في كفة والبطاقة في كفة. هذا العبد يقول يا ربي واش راح دير بطاقة قدام 99 ملف 99 سجل. فيقول ربي سبحانه إنك لا تظلم اليوم، اليوم ما كاش ظلم، اليوم يمكن عدالة حقيقية. فلما يوزنوا يحطوا الموازين ويحطوا البطاقة ويحطوا 99 سجل، قال فطاشت تلك السجلات، طلعت في السماء، معناتها كل وزن هبطت البطاقة لأنها تحمل اسم الله سبحانه وتعالى، فكانت أثقل من تلك السجلات 99 اللي طولها على مد البصر. فهذه بشرى عظيمة جدا للناس الموحدين، الناس اللي يؤمنوا بلا إله إلا الله، الناس اللي يطبقوا لا إله إلا الله في حياتهم ويخافوا ربي سبحانه ويكثرون من الذكر بهذه الكلمة، لما يجي يموتوا إن شاء الله ربي يثبتهم على لا إله إلا الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأله سبحانه وتعالى أن يحرم النار علينا بهذه الكلمة، وأن يجعلها من آخر كلامنا، وأن يجعلنا من أهل وأصحاب البطاقة لا إله إلا الله، حتى يغفر الله لنا ويرفع عنا هذا الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.